انطلقت أعمال الملتقى الدولي 18 للسياحة العربية والدينية، والذي افتتحه أمين عام وزارة السياحة والأثار عيسى جمو مندوباً عن وزير السياحة والأثار لينا عناب. الملتقى نظمته مجموعة من الشركات للسياحة والسفر بالتعاون مع وزارتي السياحة والأثار ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. تعتبر سياحة المؤتمرات والمعارض من المنتجات السياحية المميزة في المملكة، نظراً لأنه الأردن قادر على استقطاب كل أنواع السياحات، وخاصة اليوم نتحدث عن سياحة المؤتمرات والمعارض اللي هي بتساهم بأكثر من 9% من إيرادات الدخل السياحي في المملكة السنوية. وفي إصرار من المنظمين على إقامته في المملكة، وهذه شهادة شرف بأنه هذا النشاط ناجح ويلقى إقبال، وأنا اليوم بلاحظ أنه في يعني كثافة في الحضور. طبعاً الهدف الأساسي والرئيسي هو الإبقاء على هذه العلاقات اللي بنيت منذ سنوات قديمة بين الشركات الأردنية المحلية ونظرائها من المشغلين ومزودي الخدمة من دول أخرى في مجال السياحة، الحج والعمرة. يهدف الملتقى إلى تحقيق التعاون والترويج للأماكن السياحية والأثرية بشكل عام والدينية بشكل خاص، إضافة إلى تسويق المواقع الدينية في الدول المشاركة وتطوير معرض الحج والعمرة السنوي التابع للسياحة الدينية. هذه بتكون فرصة يعني لالتقاء كل العاملين في نشاط السياحة الوافدة محلياً والصادرة بين الدول يعني. ويشارك في الملتقى الأردن، السعودية، مصر وفلسطين، إضافة إلى وفود من العراق والجزائر. ويسعى الملتقى إلى تعزيز السياحة الدينية واستقطاب السياح من مختلف دول العالم العربي والإسلامي. ألا أبو حمدة، رؤيا.